غريبة أوي. عبد الرازق ما جابليش سيرة بالموضوع ده خالص. لو اتفق مع أنيسة إنها تهرب معاه كان قال لي. ده ما بيخبيش عني حاجة أبدا. ما يمكن تخاف لا تزعل لو عرفت حاجة زي دي. لا 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 ممكن يعمل كده. ده راجل متجوز وعنده عيال، وأنتوا عارفين ظروفه لا مؤاخذة على قده. يعني برضه لا مؤاخذة لا يمكن يقدر يصرف على حرمة تانية. عندك حق، كلامك مظبوط. أي مش قلتلك يا عزيلة اللي هيديك المفيد سي محمد خفاج؟ يعني هي ما جاتش عندك يا أم بديعة؟ أيوه عليكي، هي سيرة ما قلنا لك اتفقت تعدي عليا عشان روحولك لسبيتاليا وما عدتش. خلينا فيك أنت يا جمال، طمنيني عليك يا عدولة، أخبارك إيه دلوقتي؟ خلاص خلاص يا مرة، ما بقاش عليكي غير قعدة الدكاكين. الله الله الله، رايح صباح الله. وهي الدكاكين مش زي الخمارة ولا إيه؟ لا مؤاخذة يا سي محمد، أصلاني روحت البيت وأنا كنت شارب كاسين وجعان ما لقيتهاش. الخمرة اللي شارباك يا أخويا مش أنت اللي شاربها. سيبوكوا بقى من المواضيع دي، خلونا في قصة الولاية اللي غايبة. مين غايبة فين وقاعدة؟ أنا مالي إحنا غايبة ولا؟ ما تقومي يا مارة تغطيني. عليك وعلى تحكيمة رأيك. لا مؤاخذة يا سي محمد، أي ما ياخدي معايا ولا قاعدة؟ هنروح هنقعد نعمل إيه؟ روحي ده يا عدولة كده برضه. خليكي معايا أمان نخلص شوية شغل ونركبك يا حنطور. يلا إحنا بينا يا سي حسب الله. يا ما يخرب بيتك ملاية قطيعة تقطع النسوان وتفشلها. دي تقتلي القتيل وتمشي بجنازته ونلطمه ونعدده كمان. ده يروح ما بعدك روح يا اخوك. بس ايه رايك في الحركه القامضه اللي انا عملتها ودخلت عليك عشان اخدك دي؟ ايوه لو انت نجدتني الوليه رايحه تعصر فيا من ناحيه ومحمد خفاجه مش داخل نفخه كلام من ناحيه. ما انا خفت بقى لا محمد خفاجه ده يدحلبك في الكلام ده عيب كلمه كده ولا كده. مين ده اللي يدحلبك؟ ده الوليه كانت عايزاني نحلف واني ما كنتش راضيه، وفي الاخر حلفت بقى وخلاص. ده انا اللي دفن المره بايديا دول صدقت. طب انت رايح فين دلوقتي؟ هنوصلوا لحد الزريبه نشوفهم خلصوا الطلبيات ولا لسه ونرجعوا لك على طول. ايه قولك نبعت نجيب غدا؟ لا ما نقدرش، انا لازم نروح البيت. ما تعوقش وحياتك يا سي محمد. انا نقدر جماله جماله، مسافه السكه ونكون هنا. نورت يا ست الكل، بيجيبوا لك حاجه تشربيها؟ لا تشكر، ما تخيلتش بالمعلم عبد الرازق النهارده. ايوه انا لمحته قاعد قدام دكان ابو احمد النص. نعم يا اختي، انيسه دي ايه؟ انيسه يا عبد الرازق. ايه يا اخويا ما تعرفش انيسه؟ اني ايه؟ انيسه انستينا يا حبيبتي، ما نعرفهاش، قلت لك ما نعرفهاش، اني حتى ما نعرفش الاسم ده. يعني يا اخويا لو عايز تتجوزها نجوزها لك، بس دلني على مكانها عايزه منها حاجتي. جوازي وهباب ايه؟ هو انا ناقص رزاله ولا هاني خالي؟ انا عندي مره وعيال لا قادر نبص في وشهم ولا قادر نوكلهم، تقولي لي جواز؟ يلا روحي روحي شوفي الحرمه دي لافت على مين؟ راحت تاكل لحمه ولا راحت ها ولا ها؟ يعني مش ناوي تدلني على مطرحها يا عبد الرازق؟ ازاي يا مرة انت تنطقي اسمي من غير معلم؟ انا المعلم عبد الرازق، وانا ما نعرفكيش انت كمان، ويلا من هنا بقى نوري قبل ما الرزاله بتاعتي تطلع على وشك اعتمهولك. يلا بنت يلا. ومين فيهم اللي عايز الوليه؟ ومين فيهم اللي حيشها؟ يا اخي كليه، هي ناقصه غباوه. لا يا اختي حق برقبتي، أنا مش رايحة نقعد في الحارة دي. الناس بدأت تتودود علينا ونخاف الكراكون يشم خبر نتعك فيها أوانطة. عايزة تعزلي هتروحي فين؟ أي داهية في أي حتة تانية. أنا لما يصبح الصبح هنروح ننزل ندور على مطرح فاضي. وده العادي اللي لسه ما رجعش من بلدهم لحد دلوقتي يجي لقيكي عزلتي؟ يا أختي ينفلق، وهي رايحة نعمل له إيه؟ هو مش قاعد جنب أمه؟ خليها تنفع. براحتك، احنا هنا اخوات وهناك اخوات، مطرح ما تسكني انا ما يهمنيش الا راحتك.
ايه؟ اتخانقتي مع اختك ريا؟ ابدا، انا زهقت من الحاره دي، اصلها حاره شو؟ انا من ساعه ما سكنت فيها ما شفتش خير ابدا. ازاي بقى؟ انتي مش قلتيلي ان الشغل ماشي عال في الغرزه اللي كنتوا عاملينها؟ وفي الاخر ايه اللي حصل؟ اهو البوليس فضل رايح جاي علينا لحد ما قفل المنظره اللي كانت بتوكلنا عيش. طب ورسيتي بقى هتسكني فين؟ انتي ما تعرفيليش مطرح كويس. فاكره بيت الجمال اللي كنتي ساكنه فيه في ماكورس؟ يا ريتني ما عزلت منه. يا اختي ماله الجدع اللي قاعد هناك ده يا اختي؟ عمال بيبحلق فيا طول ما هو قاعد كده. تقصدي مين؟ اللي قاعد هناك ده عمال بيشرب في الجوز. اه قصدك الولا سلامه؟ ويطلع مين ابو عنينا عايزين يتخزقوا دولي. يا اختي ده شغال على العربيه كارو ولا كسيب الا من حق. عامله ايه مع جوزك؟ عبد العال. انت متجوزه غيره؟ انت يا اختي ما تعرفيش اني متطلقه منه. احي ما قلتليش على الحكايه دي. حتى ريا ما تعرفش، خفت نقول لها تشمت فيا. طلقت من شهرين بسبب امه. طب هو لسه عايش معاكي؟ ايوه عايش معايا. هيروح فين يعني؟ من غير جواز يا سكينه؟ ما هو مرضيش يرجعني ابن الكلب. وانت ازاي ترضي؟ هنعمل ايه بس يا اختي؟ بنحبه وما نقدرش نستغنى عنه، ولو ان مفيش راجل يستاهل ان الواحده تجري وراه. كلهم عايزين الحرب. شفتي بقى اني مريحه نفسي ازاي؟ قلتيلي الولد ده بيشتغل ايه؟ انت لسه ولا هتقعد بعيد عني وتبحلق فيا؟ تعالى يا ولد، تعالى اقعد معايا. كلميني انا. امال بتكلم امك؟ تعالى. اقعد اتلقح هنا اهو. انت بقى اسمك سلامة؟ عارفه اسمي؟ ونعرف اسم امك كمان لو عاوز. انت مش متجوز وعندك عيال وامك عايشه وياكم؟ ايوه. امال سايبهم ليه عن امك وداير ورايا؟ بلاش الربع وهات بنوره كونياك وشويه مزه. بنوره بحالها؟ ما تخافش يا اخويا، انا اللي عزماك. ما قلتليش بقى انت داير ورايا كده ليه زي الكلب الحيران؟ بنحبوكي وما نقدروش نبعدوا عنك. ينيلك يا واد، من امتى الكلام ده؟ من يوم ما شفناك في قهوه المعلمه مريم الشمال. هو انت لحقت؟ ده من يومين بس. هو ده بقى اللي حصل. نمت صحيت لقيت نفسي بنحبوك. طب ومراتك هتعمل فيها ايه؟ وهي مالها؟ انا حر. خرب بيتك، ده انت مستبيع بقى. انت ولا مش عارف ان وهي راجل؟ طب وايه يعني؟ ماني معايا مره. ده لو شافك معايا قطعك حتت ويرميك للكلاب. طب يجي كده يقرب مني وشوف مين اللي هيقطع التاني. احي جامد قوي يا ولد، مش كده؟ انا قدامك اهو، عيني شوفي. خرب بيتك، كلامك يا ولد هيلف دماغي قبل ما نشرب كاس. اشرب اشرب يا منادي الالهي تتواكس. بتحبني يا ولا؟ وما نقدروش نستغنوا عنك. ده بيني ان الليله دي هتبقى حلوه قوي. اشرب يا سلمتي في صحه عبد العال. الولية بيناها بتسلت ايدها عن الحكاية كلها ولا ايه؟ الولية بيناها اتلاحظت. بكلمي روحك يا امينة. وانت مالك انت ومال كده؟ ناوي تجيب لنفسك وجع الدماغ؟
نيجي نفرش معاكي؟ لا خليك انت، يعني معايا سلام. وده جبتيه من انهي عربخانة؟ ده جدع ابن حلال، مريم الشامية وصته عليا وقالت له انقلي العفش ويفرشهولي. يا دي الاهواجية اللي مش عارفين نخلصوا منها. مفيش اخبار عن عبد العال؟ انا خلاص ما بقاش في بيني وبينه موده وماليش غرض فيه. ان شاء الله ما بقالك. فرضنا يا بنت راجع هتقولي له ايه؟ يعني ايه؟ يعني لقى النصيبه ده معاكي يا بنت الموكوس؟ يا اختي اما يبقى ارجع الاول، فوتك بعافيه. يعني هتفوت عليك الليله دي، نشوف هنعمله ايه في اللي جاي. بلاش الليله دي وحياه ابوكي، بيفوتي عليا الصبحيه. مهلك يا ست الكل، على الاقل اقل من مهلك. ازيك يا سيدة؟ اهلا يا سكينة، نورتي المطرح يا اختي. امال فين جوزك يا اختي؟ سي محمد راح مشوار وزمانه جاي، بس المفتاح الاوضة معايا. نفتح لك المطرح يا سلام عشان تحط الحاجة. تعال الجاز الجاز. صباح الخير. صباح النور يا سليم. عاوزه غاز؟ هاتي مترين. رجعك بيت الجمال هنا تاني. ازيك يا سليمة؟ يا اختي زهقت من حارة النجا ومن سكانها، قلت نيجوا هنا تاني. لسه عبد العال معاكي؟ انت ايه اللي فكرك بيه يا ولي؟ اصلي بقالي كام يوم بنفوت قدام دكان النص ما بنشوفوش قاعد هناك. سافر الهي ما يرجع. عاوزة جاز؟ هاتيلي قد ما نعمر اللندا. يا اختي الاوضة عتمة قوي يا اختي، جوزك ما كانش قادر يديني المطرح الفوقاني. يا اختي احمدي ربنا، ده انتي بعد ما مشيتي كان في واحدة عايزة تأجرها. امال مين اللي ساكن فوق دلوقتي؟ ده الخواجة يعني وعيلته. دول ناس أمرا بياخدوا مني الجاز بالأسبوع ومعاملتهم دغري. يسترك يا سيدة، حطي لي يا أختي حتتين بتنجان في رغيف، على ما نجيب للمفرحات حاجة تحطي لي فيها الجاز. عيني يا حبيبتي. هي سكينة واخدة أنه مطرح؟ اللي قدامك يا ولية، انتي عميتي في نوادرك ولا إيه؟ يا أختي معاها حق، دي ضلمة قوي عاملة زي التربة. جرايه يا ولية، هو اكله بحلقه ولا ايه؟ ما تلمي لسانك يا اختي جوه حنكك. ده سي محمد بيشقى عشان يسكن الاوض دي.